فيك انا جيت سعيد اليوم اول مجرد اغنيه اللي كنلخص فيها واحد 10 سنوات من التعب ومن النجاحات والاحباطات وطرت اغلي عليتي هي اخر اغنيه معك للفنان العربي الكبيسي الحمد لله انا فرحان بزاف اللي تعاملت معاه لانني من الناس اللي كان كيعجبني صوته في الكارير ديالو وكنتمنى ان شاء الله مازال يعني يكونوا تعاملات في العالم ان شاء الله. ان شاء الله اول مره في مهرجان جوهره فباش كتوعدهم هناك؟ كنوعدهم بعدا كنقول لهم انا فرحان بزاف ملي غنجي عند جمهور كيعني لي شيء كثير لانني تقريبا تربيت في مدينه جديده يعني اي صيف كنكون حاضر في سيدي بوزيد او جديده فاللي كنوعدهم هو غادي كما كيعرفوا هما انه شاهدوا السبيكتاكل ديالي لا في ميغاراما ولا في الفيديو ديال مراكش راه كيعرفوا شنو غندير كنقول لهم اجيو غادي تشوفوا سبيكتاكل احسن واحسن غادي تستمتعوا معايا ونستمتع معكم ان شاء الله وكنتمنوا نحط رقم قياسي ان شاء الله بالنسبه للحضور الجماهيري في المدينه الجديده بجوهره ان شاء الله. طيب شنو البروغرام المراجعه ان شاء الله؟ عندي مجموعه ديال الحفلات في اوروبا في ايطاليا في باريس وعندي جوله في الجزائر وعندي جوله ان شاء الله في تونس غادي تكون اربع مهرجانات اللي هما مهرجان الجميله ووهران ويمكن في عده مدن في الجزائر غيكونوا ما بين 23 و26 في هذا الشهر من بعد غادي تجي جوهره ومن بعد غادي نمشي لباريس وايطاليا ومن بعد ان شاء الله في مور هادشي يكون عندنا حفلات في الخليج في قطر ان شاء الله كل توفيق لك.